هلا بالضيف، هلا هلا بالضيف، هلا هلا. تفضل يا اخوي. يا اخوي يا اخوي، سيادة الملازم اول هلا عرفت من داري سمعان ولا طلع من هون؟ معلش يا سيادة الملازم، اول حنا بالقبيله ما هم متعودين يشوفون ضباط وشرطه المدينه. ايه معلش معلش، من هلا ورايح لازم يتعودوا على هذا الشيء. ما فهمت عليك يا سيادة الضابط، وش تقصد؟ اسمع يا اخ طرد. طرود اسمي طرود. اه طرود طرود، خلاص حفظتها ما بقى انساها. إدارة الشرطة شافت وارتقت إنه من الضروري إنه يكون عندكم مخفر هون بالقبيلة، لأنه قطاع الطرق واللصوص كترانين. والشيء الثاني، كون الشرطة حريصة على أمن وأمن وأمان المواطن، قررنا إنه نصب خيمة هون عندكم بالقبيلة ونساوي مخفر شرطة. ما بظن إنه قبيلتنا هي المكان المناسب. قبيلتنا صغيرة، تلاقي قبائل ثانية سكان ومساحة أكبر. معلش معلش، مناسبة أو غير مناسبة، مو حضرتك اللي بتحدد هذا الشيء، الجهات العليا هي اللي بتحدد هذا الشيء. خلص، وحنا باللي بتشور به الجهات العليا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ما بو كلام، ما بو هرج، ما بو لعب. بهذا الزمان الخسيس والصعب أشوف العساكر جاتنا من كل صوب وحدب، والشرطة دوم في خدمة الشعب. يا هلا بالضابط، يا هلا بالعساكر، يا رحمة. مين هذا الشخص؟ أنا حسان شاعر القبيلة، يقولوا لي ابن زيتون. على كل أحوال لا مو وقت الشعر والبعر، خلينا بالمفيد. تفضل تفضل، أكمل يا سيادة الضابط. ومن هلأ ورايح المخفر ما رح يكون مسؤول بس عن قبيلتكم، رح يكون مسؤول عن كل القبائل اللي حواليكم، وأي مشكلة صغيرة بتصير بيناتكم يحلل المخفر. يا سيادة الضابط، مشاكلنا حنا بالعادة نحلها بين بعضنا بوسة شوارب. حبيبي هذا الحكي كان زمان، بوسة الشوارب والدقن كلياتها كانت زمان، هلأ الحل بإيد القانون. والحين أنا وش المطلوب مني؟ المطلوب منك أنه تختار لنا مكان حتى ننصب فيه خيمة المخفر، وأي مشكلة بتصير معكم صغيرة ولا كبيرة بتخبرونا فيها أول بأول. إيه، ومعكم خيمة ولا هننطيكم بيت شعر؟ بيت شعر؟ هلكن سيادة الضابط، هلأ مو وقت الشعر والبعر، شبكون؟ يا أخ طرود، لحنا معنا خيمة ومعنا كل التجهيزات، بس بدنا اياكم تختاروا لنا مكان هيك على كيفك، مشان يطل على كل القيام، حتى نرصد حركه الرايح والجاي وهيك شيء.